نذهب إلى الدكتور بسام القواسمي أيضا يشركنا في هذا الحديث من الخليل. دكتور بسام، الآن السؤال الأساسي في هذه الحلقة، ما مصير هذه الحكومة أو ما احتمالات اللجوء بالفعل إلى ليبرمان أو تعيينه؟ طبعا في الفترة الأخيرة كان في خلافات واضحة جوهرية ما بين نتنياهو ويؤاف جالانت فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح. ما رأيك في هذه التصريحات، وماذا إذا وصل بالفعل ليبرمان إلى هذا المنصب مرة أخرى؟ الذي يهم ويعني بنيامين نتنياهو هو الحفاظ على حكومته، يعني هو يريد أن يحافظ على 61 صوت في الكنيسة الإسرائيلي من أصل 120. ولكن إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تعيش في حالة تخبط، لم يسبق لها أن عاشت هكذا حالة. عمليا على أرض الواقع بنيامين نتنياهو يمارس الكذب والخداع مع الجميع، يعني يقول شيئا للإدارة الأمريكية ويقول شيء آخر لبن غفير وسموتريش، ويقول الشعب الإسرائيلي كلام مختلف كليا. يعني هو يمارس الخداع والكذب من أجل الحفاظ على منصبه والبقاء كرئيس للوزراء في دولة الاحتلال، ولكن سيغير ذلك فقط هو الضغط الداخلي والخارجي. إن كان هناك ضغطا قويا وفي حالة تزايد من قبل المجتمع الإسرائيلي، باعتقادي هذا سيؤثر على نتنياهو وعلى سياسته، وسيكون هناك صفقة لتبادل الأسرى ووقف للحرب. وإن كان هناك كذلك الأمر ضغط آخر من قبل الإدارة الأمريكية والدول الغربية الحليفة لدولة الاحتلال. يعني نحن نعيش في حالة مد وجزر في السياسة. طيب، يعني حالة من الإرباك إذا دكتور بسام بتستبق أو بتسيطر على المشهد الآن في إسرائيل، وربما تستبق انتخابات قادمة فيما بعد.